بالنسبه للاحرار، الاحرار كيدوزوا خصهم نقطه ديال الجهاوي باش يمكن لهم هذا، هما الوحيدين اللي غيدوزوا في شهر يوليوز هذا، يومين قبل ما ندوزوا الشهاده البكالوريا السنه الثانيه غيدوزوا الاحرار، ومن بعد غيديروا الاستدراك. الاستدراك سيتم ايضا في شهر يوليوز ان شاء الله. النتائج ديال البكالوريا ديال السنه برسم السنه 2020 غادي تعطى يوم 29 يوليوز للاحرار وللمتمدرسين. بالنسبه للتفاوتات اللي كاين في المضامين، قلنا حنايا لضمان مبدا تكافؤ الفرص بان غادي نقتصروا في الامتحان البكالوريا غير على داك المضامين اللي داروا حضوريا. شنو هي حضوريا؟ من 15 تنبير الى 14 مارس. بحال اللي قال الاستاذ السيد النائب المحترم، بان بحال دابا كتلقى واحد الثانويه ولا مديريه اقليميه في علوم الحياه والارض وصلوا لواحد الماده داروا بحال دابا علم المناعه، واحد دار علم الاعصاب، فهمتيني؟ اش غادي ندوز لهم؟ ما يمكنش لا عطيت الموضوع في علم المناعه الاخرين غادي، ولا عطيت هذا دونك خصني نرجع للور وما نعطي لا في علم المناعه لا هو علم را الجيولوجي وليس علم الاعصاب. فهم اعصاب دونك غادي. كاين واحد الفكره اخرى هي غنعطي مواضيع اختياريه، اللي دار علم المناعه راه غيدوز في علم المناعه، اللي دار في علم الاعصاب غيدير في علم الاعصاب، وهذا الشيء كيبقى من اختصاصات المركز الوطني للامتحانات واللجنه ديال المفتشين اللي كتشرف على انجاز امتحانات اللي تبارك الله عليها مختصه وعارفه الشغل ديالها وعندهم وعي بهذا الاشكال هذا باش ما يوقعش تفاوتات وما يتقصى حتى شي واحد. الجانب الاخر هو المساويات الاخرى السادسه والثالثه اعدادي والغير الاشهاديه، كيف يتم احتساب النقاط ديالهم والمعدلات؟ قلنا بنقطه المراقبه المستمره. عندنا الفصل الاول، الفصل الاول راه كملناه كامل درنا فيه النقاط وكل شيء. السنه السادسه ابتدائي شنو فيه؟ فيه 25% على طول السنه، 50% مراقبه مستمره، 25% الامتحان المحلي اللي كيدوز في اواخر شهر يناير في شهر يناير، و25% اللي كيدوز الاقليمي. دابا الاقليمي ما كاينش والمراقبه المستمره ديال الفصل الثاني ما كايناش، دونك غنعتمدوا المراقبه المستمره ديال الفصل الاول، الامتحان المحلي ديال الفصل الاول، ولا كانوا داروا فروض بين 17 يناير الى 14 مارس. غيقدروا يكونوا اقسام داروا فروض، اقسام ما داروش فروض، هنا غنراعيو هذا الامر لصالح التلميذ، فهمتيني؟ غنحتسبوا هاد النقاط لصالح التلميذ، وهنايا غنحيلوا هاد اي انت متفق معايا الاستاذ بان هذه امور بيداغوجيه، هاد الامور بيداغوجيه، وهاد الامور البيداغوجيه شكون المسؤول عليها؟ هو الاستاذ. لهذا هاد الامور غادي نوكلوها لمجالس الاقسام، مجالس الاقسام هي اللي عندها السلطه البيداغوجيه باش يمكن لها تحسم في هذه الامور. هذا ما يمكنليش انا ندخل معاهم في هذه الامور، واش مزيني؟ هما عارفين بان شنو هو المبدا العام اللي خص هذا الامر يكون صالح التلميذ. فوالا هذا هو اللي كاين. بالنسبه للاعدادي عاود عندنا نفس الشيء، عندنا الجهاوي 40%، 30% المراقبه المستمره، و30% مراقبه في الامتحان المحلي. دونك ما كاينش الجهاوي وما كاينش المراقبه المستمره ديال هذه الفتره هذه اللي درنا ديال ابريل مارس ديال ابريل وماي، دونك غنحتسبوا داك الشيء اللي عندنا. النقطه ديال الفصل الاول كاينه موجوده. الو الاستاذ طرق واحد القضيه مهمه، واحد مزيان ما كانش مزيان في الفصل الاول وكان كيراهن باش يطور ويحسن، راه شكون اللي عنده القرار الاول الاخر؟ هو الاستاذ، هو مجلس القسم اللي كيعرفوا داك التلميذ واللي كيعرف القدره ديال داك التلميذ لتطور داك الشيء. والطرح اللي درتيه اليوم ديال فتح الباب ديال الاستدراك
في اواخر شهر سبتمبر غندرسوا ان شاء الله ونشوفوا واش ما غاديش يكون عنده واحد الاثار على الخريطه المدرسيه، لان الخريطه المدرسيه هي عندها اشكالات وهذا بالنسبه